ومن المصايب اللي حصلت في بلادنا بعد الثورة هي أنه قوات شوكة الوهابية، أدعياء السلفية اللي هما ضد السنة واللي هما نشاز في مجتمعنا ويدعيوا باش نبدلوا عقيدتنا والعياذ بالله تعالى، نقول لهم بعد السيف ما نعلقوش منجل. الواحد منهم ما يعرفش ربه، يظن أنه في السماء قاعد على العرش كما تقول اليهود والعياذ بالله، وهذا معلوم بطلانه. فالله خلق السماء ولا يحتاج إليها، فاللي يكون موجود في مكان محتاج، والمحتاج ضعيف، والضعيف لا يستحق أن يعبد، ونحن نعبد الله الغني. قال تعالى فإن الله غني عن العالمين. فالله موجود بلا مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يتصور في البال، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ويقولون عن الله كلام بشع، وهو قولهم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل بذاته إلى السماء الدنيا، وهذا كلام مخالف للشرع وتشبيه للخالق بالمخلوق. على زعمهم جعلوا الله طالع هابط، باعتبار أنه ثلث الليل في عمان غير ثلث الليل في تونس وغير ثلث الليل في الرباط. يا ولدي راه عن عقل، لما نقول الملك بنى مسجد معناه الملك أمر ببناء المسجد، مش معناتها الملك حط حجرة فوق حجرة. وهنا معنى ينزل ربنا التي وردت في الحديث، أي ينزل ملك بأمر ربنا، فالملائكة هي التي تسكن السماء وهي التي تنزل. ألم يقل الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها عن الملائكة في ليلة القدر؟ والله قدره عالي، ولكن مش موجود الفوق بذاته. وقد ورد في الحديث ينزل ملك فينادي هل من مستغفر فيغفر الله له، هل من تائب فيتوب الله عليه، إلى آخر الحديث. وخير ما فسر الوارد بالوارد كما ورد، يعني خير ما فسر الحديث هو الحديث. وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعارض بل تتعاضد، كما أن الحديث والقرآن لا يتعارضان. والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، فالملائكة هم اللي يسكنوا السماء والله لا يشبههم. وأين الوهابية من تفسير أهل السنة الأشاعرة لهذا الحديث؟ وربي ميزنا على البهايم بالعقل. الوهابية ما رزقوا الفهم، عقولهم مقفلة. فقد ورد في القرآن أم على قلوب أقفالها، هناك قلوب مقفلة. اليوم في بلاد المسلمين هناك قلوب مقفلة، نسأل الله الأمان. والوهابية هم أهل باطل مجسمة يدعيوا أنهم سلفية وهم مخالفين للسلف. فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أناس من جلدتنا يتكلمون بلغتنا، تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها، نسأل الله الأمان. وهذا حال الوهابية مع البعض من أبنائنا اللي اغتروا بهم لما ظنوا بهم من الصلاح، وغرهم المظهر واللحية الطويلة. وقديما قيل لو كانوا بطول اللحى يستوجبون القضاء لكان التيس عدلا مرتضى، ولو كان الأمر بالضخامة لكان الفيل صاحب الفخامة. احنا أهل الزيتون الأشاعر على الحق، وفي هالبلاد منذ دخول الإسلام إليها في القرن الأول الهجري، وماشيين على طريق الحق والاعتدال والوسطية السمحة، بعيدا عن الغلو والتطرف، المنبوذين دينيا وجماهيريا. ونقول لك ابقى على نهج الاعتدال، على نهج الأشاعر المعتدلين، كما لقيت بوك وجدك يتبعوا علماء الزيتونة، اللي منهم من صار شيخا للأزهر وهو محمد الخضر حسين، اللي هو أول واحد مش مصري يكون شيخا للأزهر، وهذا سني أشعري تونسي. وناس بكري قالوا امشي صحيح لا تدرد على الطيح. نسأل الله الأمان وأن يثبتنا على عقيدة التنزيه وأن يحفظنا من عقائد التشبيه، والحمد لله رب العالمين.